السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة. أفشة وفايلر وقصة غريبة عجيبة والتعاون السعودي والزمالك المصري وكلام كتير جدا جدا جدا، وكلام إن أفشة ماشي وفايلر راجع ورايح بيراميدز وبعد كده رايح أفشة مش عارف رايح اسكتلندا وكلام كتير. فاستأذنك في بداية الحلقة لو أنت أول مرة تشوفني، في تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوس عليه جنبه جرس، دوس على الجرس واختار اول اختيار. ولو انت جديد او قديم معانا في القناه ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تعمل كومنت وما تنساش تعمل شير. بص يا سيدي، اولا انت كل يوم هتصحى من النوم تغطس وتعوم، المهم هتلاقي كلام كتير جدا عن الانتقالات وعن ده راح وده جه وده عمل وده سوى، ولكن في الاخر انت كل اللي ليك بالصفقات الرسميه. طيب لغاية دلوقتي في أي خبر رسمي سمعته عن الصفقات في مصر سواء للزمالك أو الأهلي أو المدربين غير آخر حاجة موسيماني بقى مدرب نادي الأهلي وباتشيكو بقى مدرب نادي الزمالك؟ مفيش أي حاجة رسمية حصلت، ولكن سمعنا مثلا أن فرجاني ساسي التعاون عارض عليه بمليون واربعة من عشرة يورو، وأن نادي الزمالك مرحب بانتقال اللاعب، وأن اللاعب ما عندوش مشكلة أيضا في الانتقال من نادي الزمالك إلى نادي التعاون السعودي، ده طبعا بعد ترشيحات من كارتيرون اللي ساب الزمالك وراح يدرب التعاون. طيب سمعنا برضو ان سيرينو جاي الاهلي، وان نادي سان داونز والنادي الاهلي على وفاق كبير في هذه الصفقة، وان اللاعب ما عندوش مشكلة ان يجي يعيش في مصر، وان هو ينتقل للنادي الاهلي تحت قيادة مدربه السابق المنتقل حديثا للنادي الاهلي موسيماني، وان يعني موسيماني سهل الصفقة جدا وقال لسيرينو يعني كلام في الصحف ان هو قال له نريد ان نحرز البطولات معا. يعني ماشي مفيش مشكلة عادي، المشكلة صحفي كتب الكلام ده كله، كل الاحترام ليه يعني، ولو اني يعني معرفش الصحفي كان قاعد بيراقب الخط ولا كان بيسجل مكالمة ولا كان ايه معرفش، لان مدرب بيكلم اللاعب بتاعه على التليفون الشخصي، فجي الصحفي كتب ان نريد الاحتفال بالبطولات معا، مين يابا اللي قال كده لمين؟ ده موسيماني قال لسيرينو، ده مش اتنين صحابك بيلعبوا بلاي ستيشن مع بعض يعني؟ لا طب تمام يا باشا، انت على حق يا باشا. عرفت منين بقى؟ كنت مثلا قاعد بتتصنت ولا سجلت المكالمه ولا موسيماني قال لك؟ فاعتقد بس انا عندي اعتقاد كبير ان سيرينو قرب من النادي الاهلي خصوصا بعد انتقال موسيماني، واعتقد ايضا ان يوسف بلايلي قرب من الاهلي. خلي بالك النهارده اخر فرصه ليوسف بلايلي للانضمام الى الاهلي، طبعا انتوا عارفين الاتحاد الدولي لكره القدم اعطى اللاعب يوسف بلايلي مهله 4 ايام فقط ليكون لاعب حر ينتقل كيفما يشاء لاي نادي هو عايزه بدون الرجوع لنادي اهلي جده، ولكن بعد انقضاء ال4 ايام لازم اي صفقه هيعملها او اي نادي هيروح له يرجع الاول لنادي اهلي جده وياخد رايه ويستاذنه ان هو ياخد اللاعب منه. النهارده اخر يوم. طيب يبقى ايه مشكلة يوسف بلايلي مع الاهلي؟ الاهلي عرض على يوسف بلايلي 1.5 مليون دولار في الموسم، انتوا عارفين ان علي معلول بياخد مليون دولار في الموسم، فيوسف بلايلي قال لك لا انا عايز 2.5 مليون دولار في الموسم لان انا جاي لي عروض من بره عروض اوروبية، فالاهلي لا قال له اخرنا 1.5. فاعتقد ان يوسف بلايلي يعني بنسبه كبيره ممكن يرضخ لطلبات النادي الاهلي وان هو يروح الاهلي بواحد مثلا وستة، واحد وسبعة، واحد وثمانية، بس مش 2.5. وبعد كده خلي بالك النادي الاهلي هيضطر لما يجيب يوسف بلايلي بالفلوس دي ان هو يروح يغير عقود اللاعبين الكبار اللي عنده، مش الاجانب بس، ركز مش الاجانب بس، لان في لعيبه عنده زي محمد الشناوي زي كهربا زي الشحات زي السلية زي 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 الناس دي مش هترضى ان هي عقدها يفضل 8 و9 و10 مليون، وفي ناس تانية بتاخد نقول 2 مليون يعني داخل في 34 مليون جنيه مصري، استحاله يرضوا بحاجه زي كده، فالموضوع ده هيبقى صعب شويه على النادي الاهلي. طيب قفشه في اكثر من صحيفة اتكلمت واكثر من موقع رياضي ان قفشة جايله عرضين رسميين للنادي الاهلي، اولهم عرض من السعودية وما قالوش نادي ايه، ولو اني اعتقد ان هو نادي التعاون السعودي لان كارتيرون اكثر من مرة كان بيشكر في قفشة سواء لما كان لسه في الاهلي وبيتابع اللاعب ولا كان في الزمالك وبيبص على اللاعب، وهو محتاج لاعب بلاي ميكر في التعاون السعودي زي قفشة سريع الحركة، عنده مهارات، عنده يعني قدرة على التسديد من الزوايا الضيقة، يقدر يصنع الفارق من ربع فرصة وهكذا.
فده السعوديه ايضا قفشه جاي له عرض من اسكتلندا، يعني قفشه جاي له عرض رسمي من نادي اسكتلندي، واعتقد ان هو نادي اسكتلندي يعني مش صغير، يعني مش مثلا حاجه في دوري الدرجه الثانيه، لا اعتقد دوري درجه اولى، ونادي من الانديه اللي بتنافس بنسبه كبيره على الدوري الاسكتلندي. واعتقد ان الاهلي ما عندوش مشكله في رحيل قفشه، وان قفشه ايضا ما عندوش مشكله، قفشه عايز يخوض تجربه الاحتراف، وخصوصا بعد الصفقات اللي الاهلي هيجيبها، سواء يوسف البلايلي او سيرينو او طاهر محمد طاهر او الناس دي كلها، وجود الناس يعني كوكبه من النجوم في النادي الاهلي، مش هيبقى في مكان لقفشه خالص. ممكن يوسف البلايلي بمنتهى البساطه يلعب تحت راس الحربه ويلعب مهاجم تاني، وايضا هتلاقي بيلعب في ملعب سيرينو وطاهر محمد طاهر، وفي لسه في كهربا والشحات. فاعتقد الاهلي عنده تخمه من النجوم مش عارف يوديها فين. ايضا احمد الشيخ احتمال يروح بيراميدز، جاي له عرض من بيراميدز قوي، فاحتمال احمد الشيخ يروح بيراميدز، والاهلي ما عندوش مانع ان اللاعب ينتقل، ولا اللاعب عنده مانع ان هو ينتقل. وايضا في كلام ان مصر المقصه محتاج يستعيد خدمات احمد الشيخ مره اخرى، فممكن نشوف احمد الشيخ في مصر المقصه. ايضا في كلام ان فايلر يقترب من بيراميدز، والموضوع كثر الكلام عليه، ويمكن فايلر قبل ما يسافر اداره النادي الاهلي اتكلموا معاه وسالوه هل بيراميدز بالفعل عرض عليك، والراجل ما كدبش وقال بالفعل بيراميدز عرض عليا، ولكني لا افكر في عرض بيراميدز الان، ولا افكر في يعني التواجد في مصر الان، لا عشان اسرته مش عايزه تقعد في مصر. ولكن بعض الصحفيين الموثوقين كتبوا اكثر من مره ان خلاص المفاوضات انتهت ما بين بيراميدز وبين فايلر، ولكن فايلر طالب منهم مدة او مهلة زي ما تقول اجازة يقعد فيها مع اسرته في سويسرا شوية علشان يشبع منهم ويشبعوا منه، لان هم مش عايزين ييجوا يعيشوا في مصر، ومش عايزين ينقلوا حياتهم في مصر، وايضا اولاده مش عايزين ينقلوا دراستهم في مصر. فممكن في وقت قريب جدا نلاقي مثلا فايلر جاي يدرب بيراميدز، وتبقى يعني خيانة كبيرة جدا من فايلر، زي ما كارتيرون خان الزمالك وراح ضرر نادي التعاون السعودي. ولكن يعني هذه كرة القدم، وهذا هو حال كرة القدم، وهذا هو الاحتراف يعني للأسف. يعني الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لكم، إن موسيماني مع النادي الأهلي تعرض لتنمر كبير جدا من بعض الأشخاص وبعض الناس، ودي حاجة سيئة للغاية. خلي بالك أهلوية وزملكاوية عشان بس تبقى عارفوا بالأسماء، كلهم معروفين على الساحة الرياضية والناس كلها عارفة. ايه الاهلاوي يقول لك خلاص ما لقيناش غير واحد افريقي نيجي نجيبه، ومش نيجي نجيبه، وخلاص الحال اتدحضر بينا ورايحين نجيب مدرب افريقي، ومش عارف مين اللي يقول لك موضوع يا جماعه عيب جدا، التنمر عيب، ادوا الراجل فرصته، راجل محترم جدا، راجل على قدر كبير جدا من التدريب والعلم التدريبي وافريقيا، وراجل مش اول مره يلعب في افريقيا، ومش اول مره يخوض التجربه دي، وادوا له فرصته وجربوه، وباذن الله ينجح. انا اتمنى النجاح للناس كلها والله، وراجل انا بحس ان هو طيب كده، وشه بشوش، ربنا يوفقه ويوفق الجميع ان شاء الله. كان معكم عمرو في قناه صاحب الكوره، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.